اشرب لك ماي هسه حتى انتقل الى قضية الكل يسأل بيها، هل ما زالت الاحزاب وميليشيات الاحزاب متنفذة بالموانئ العراقية بالبصرة وفعلا بعاتي تمتلك ارصفة؟ لو لا بالوقت الحالي اتمنى حضرتك ترافقني الى جولة في الموانئ وتشوف حجم التغير اللي صار ما بين عام 2020 و2021. نعم. وشنه اللي فرضته وشنه اللي وفرته زيارة دولة رئيس الوزراء الأولى اللي كانت في عام 2020، وكيف قدم الدعم الكبير والكامل إلى وزارة النقل وتحديدا إلى الشركة العامة لموانئ العراق حينما أمر قيادة القوة البحرية بأن تكون هي الحامي الأول للموانئ. زين. وكيف بدأنا بإزالة كل التجاوزات وكل المسميات من داخل الميناء اللي يدخل بالوقت الحالي إلى موانئنا اللي هي ميناء قصر الشمالي والجنوبي أو ميناء خور الزبير. أنا متأكد راح يصاب بالسرور، متأكد راح يصاب بالدهشة، لأن الموانئ كانت قبل عام 2020 شكل وبعد عام 21 أصبحت شكل آخر، وبالتالي ممكن أن تتجول براحتك وممكن أن توصل إلى أي رصيف من الأرصفة، على الرغم من أنه سياستنا غير محدودة بهذا المجال ورسمنا لسياسات وخطط تشغيلية سنوية الواحدة والأخرى إن شاء الله بتغيير وإعادة كل البنى التحتية ومشاريعنا المستقبلية ماضين بها، ماضين بمشروع ساحة الترحيب الكبرى اللي هو مشروع حلم الميناء، حيث سوف يتم فصل العمل الميناءي بالكامل بساحة 1.5 مليون أو 1.5 مليون متر مربع لإيواء أكثر من 8000 شاحنة. حلو. كل الساحة تعمل بالأتمتة أو بالرقمنة 100%. زين. ونفس الوقت اللي راح يشرح صدورنا أنه هذه الساحة راح تفصل العمل الميناءي كامل عن العمل الجمركي.